تقام اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 البطولات التالية: بطولة كأس مصر، حيث تقام اليوم مباراتين بدور الـ32 وهي كالتالي: المباراة الأولى المصري البورسعيدي ضد جمهورية شبين، تقام تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و6 مساء بتوقيت الإمارات، و3 مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت 2. المباراة الثانية الإسماعيلي ضد القناة، تقام تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و9 مساء بتوقيت الإمارات، و6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وجرينتش، وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت 2. في النهاية بتمنى منكم تشاركوني تعليقاتكم أسفل الفيديو، وكمان تشاركوني توقعاتكم لمباريات اليوم وأقوى مباريات اليوم. تحياتي لكم جميعا، وأشكركم على متابعتكم ليا.